مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل معاكم اكلة شعبية سورية شامية بالتحديد، وان شاء الله تنال اعجابكم. هي الحراء بصباعه. خلوكم معنا للاخير نشوف كيف. هون حبايبي انا عندي مبارح نقعت نص باكيت من التمر الهندي، هلأ بدي احطه انا بالطنجرة مشان نسلق العدس فيه. بدي اصفيه اول اشي. انا عندي كاسة عدس، بحتاج لها لخمس كاسات او بين 5 إلى 7 كاسات تمر هندي. هلا صاروا حبايبي انا عندي 5 كاسات من التمر الهندي على النار، بس يغلي بدي احط اضيف العدس. العدس لما نضيفه مع التمر الهندي احسن ما نسلقه بالماء، لما نسلقه مع التمر الهندي بيعطي طعمة الحموضة مكثفة اكتر. كاسة وربع العدس بدنا نسلقهم. هلا بهالوقت بدنا نجهز البصل. هلا حبايبي بدنا نقطع البصل، نجهزها قبل ما يصير العدس. أنا عندي خبز هون بدنا نقليه كمان، بدنا نقطعه لمربعات. هاي الخبز معنا مربعات بهذا الشكل. هلا كمان نقليه بالزيت أو بتحبوا تشوه بالفرن. هلا هالخبزات أنا بدي أحطهم بالفرن، رشة زيت زيتون. نتحركهم شوي وعلى الفرن. حبايبي بالنسبة هلا للبصل بدنا نقلي، بنحتاج نص كاسة مي كبيرة زيت زيتون. هلا بس يسخن معنا بدنا ننزل البصلات. عندي جرزة كزبرة بدي أفرمها هلا، وصل مو ناعم كتير ولا خشن. هلا بدنا نخلي البصل على النار كل شوي بدور تحليب لحد ما يتحمص معنا ويصير كريسبي. عندي هلا هون توم وراس توم كامل. هون هلا البصل بلش يستوي، بدنا نحركه منيح بهالوقت. لسه بدها شوية وقت، 5 دقايق تقريبا بكون خالص. هلا انا عندي هذا التوم بدي ادقه. هلا حبايبي انا بدي اعمل العجين. تقريبا كاسة طحين، بدي احط له الملح، بتل عجينة الشيش براك هي، ومي دافية شوي. بدنا نعجنهم منيح ونريح العجينة شوي ونفردها. هلا حبايبي تمت معنا العجينة، أكلت وقت تقريبا 5 دقايق عجن، شايفين؟ بالنسبة للرمان إذا بتحبوا بتقصوا من هون هذا الراس من هون وبتفتحوها بعد ما حززنا، بتفتحوا بتصيروا تفرطوا، أو بالنص إذا مستعجلين بالنص وبراس السكين هون بالقفا بنصير نضيفه وبيفرط لحاله. هيك حبايبي صارت خالصين. اذا نزل معاكم
القشر اللب الأبيض، بس بننقع بالمي بطوف على الوش وبنشال بسرعة. هلا بدنا نساوي العجين، بنفردها للعجينة منيح، وبدنا نعملها كتير رقيقة، ما بدنا نخليها سميكة معنا. نحاول كمان نمد معنا للأطراف، هيك تمام. هلا بالسكين مثل ما شايفين شرائح طولية تقريبا سماكة اصبع، تمام. انتو الشكل اللي بتحبوه والقياس اللي بتحبوه، شايفين شو رأيها. هلا كمان راح تنفش كمان بالسلق، وقت السلق طبعا ما راح نحطهم كلهم دفعة واحدة مشان ما تعجن معنا، شوي شوي، وبدنا نحرك كمان. هذا الطحين هلا كله بروح، لا حدا يخاف. هلا بننفضه شوي من الطحين، بعدين بناخذ شوي صغيره معنا على العدس، بنحرك العدس. طبعا هون استوى بهاي المرحله، بنخليه دقيقتين، بنحط شوي شوي دفعات ثانيه. طبعا بالنسبة للعجين الفريش بضل أطيب من إذا حطينا معكرونة، وانتو واختياركم كمان. هلا هيك حبايبي استوى معنا العجين كمان، هلا بدنا نحط الملح والثوم، معلقة ثوم، ملح. حبايبي اذا متذكرين هذا زيت الزيتون اللي علينا فيه بالبصل ما كبيته، هلا بحط فيه الثوم، نقليه مع الكزبره، ناخذ العجين. دائما الثوم مع الكزبره شيء فظيع، بيعطي طعمه وريحه للاكل، حتى الكزبره يعني كثير صحيه بالاكل. هلا بدنا نحطها على العدس. شوية بصل مقلي، شوية بصل مقلي معهم كمان تعطي طعمة كتير طيبة.
تمام، نمسكه بالصحن. انتو باي جار، كاسة، زبادي صغيرة، شو متوفر عندكم تحبوا تسكبوا كمان بيصير. هيك حبايبي انتهت وجبتنا اليوم، بتمنى انه تنال اعجابكم ورضاكم، واذا جربتوها لا تنسوا تكتبوا لي رايكم بالتعليقات، واذا انتم جداد على القناه لا تنسوا تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس. سلام. حموضة التمر الهندي طالعة مع العدس توليفة كتير رائعة، بنصحكم إذا ما بتجربوها هيك جربوها بهالطريقة. صحتين.